ببساطة. ببساطة الفكرة كلها ان انا خلاص عملت 2 تشانل، واحد على بيت باكيت وواحد على جيت هاب. طيب ازاي ان انا هبدأ ابوش الكود بتاعي على الجيت هاب او بيت باكيت لو انا عايز احافظ على السوش كنترول الاتنين موجودين على البيت باكيت او جيت هاب، او خلاص عايز ابدأ موف الجيت هاب وابدأ خلاص شوية اعمل مرفعش الكود بتاعي على بيت باكيت، او لو انا عايز ارفع 2 2 CN مالتيبلي. تمام، فانا قعدت ادور على الارتكل، من ضمن الارتكل انا لقيت ان انا ازاي نعمل بوشنج للداتا بتاعتي على بوست بيت باكيت اند جيت هاب. الفكره نفس الطريقه اللي احنا عملناها، ان انا هضيف التشانل الخاصه ب جيت هاب علشان اقدر ارفع عليه زي ما احنا عملنا. هبدا اعرفه انت عندك ريموت تانية او عندك تشانل تانية تبدا ترفع عليها عن طريق الكوماند جيت اد ريموت. هقول له اسم التشانل هرفع من خلالها زي ما كنت انا مسميها بيت باكيت في الفيديو اللي فات، هبدا اسميها هنا جيت هاب، وهبدا اعمل له باسنج للريموت يور ال اللي موجود عندي على البيت باكيت اللي انا عملته. فانا هبدا اروح اجيب اليور ال بتاعي الخاص اهو HTTPS، هاخده كوبي. تمام، فانا كده انا عملت له، هيقول انا عندي ريموت تانية، الريموت تانية دي اسمها ايه، شان خلالها اسمها جيت هاب، وهبدا اقول له كده ساعتها ضاف لي ايه الريموت التاني. طيب انا لو حابب ان انا خلاص ابدا ارفع اي تغيير انا عملته هبدا ارفعه على الاتنين عن طريق التو شان اللي عملتهم، هبدا اقول له جيت بوش ابعت لي على تشانل اللي اسمها جيت هاب للبرانش اللي عنده اسمها ماستر، وبعتها تاني للتشانل اللي اسمها بيت باكيت برانش اسمه ماستر. في وي تانية ان انا ابدا ابعت بوش واحده للاتنين، فانا هبدا هنا ساعتها هبدا اقول له اي بعت لي الداتا على الاتنين. فلو عملت اي تغيير بسرعه بحيث ان هو يحس بيه، فانا ممكن افتح اي مكان سي دومين، اروح افتح اي مكان سي يوزر لايك واضيف سي اي بروبرتي. بابليك هاي بابليك انتجر سي اوردر جيت اند سيت. خلاص انا عملت تغيير وعايز ارفعه على التو تشانلز دول، فسين انا هبدا خلاص اقول له جيت بوش لو سمحت ابعت لي على التشانل اسمها جيت هاب ماستر. وبعد كده هقول له get push bit bucket master. فانا كده خلاص بعت سوري مفروضش ان انا اعمل كده، المفروض الاول انا اضيف الدوكومنت، انا اسف، فاقول له جيت، اقول له انا عايز اضيف التغييرات الاول، اقول له التغيير بتاعت انا عايز اضيفها كلها. تمام، والتغييرات ده تكون تحت كومنت او كومنت اسمه add some changes. خلاص هيبدأ يقول ان انت عندك one file حصل فيه تغيير انت عايز تعمله. ساعتها هبدأ انفذ الدوكومنتس اللي انا عملتهم، هما بعت لي الداتا بتاعتي على بيت باكيت على جيت هاب. خلاص بدأ يرفع لي الداتا على جيت هاب، خلاص قال لي ان فعلا الداتا حصل ليها updated، وهبعت الثانية الداتا على بيت باكيت واقول له انتر. انا ساعتها لو حاليا لو رحت على الجيت هاب على اللينك اللي انا كنت فاتحه من خلاله وسي عملت ريفرش ورحت البيت باكيت عملت ريفرش، هو قال لي انا عند خلاص عندك التو كومنتس، اخر كومنتس عملت سوما تشينجز اللي هو في ناضفت اوردر. وراو لو رحت للبيت باكيت وبدات برضو ادور على الكومنتس اخر كومنتس بعتت، هلاقي برضو اخر حاجة عملتها سامة changes اللي موجودة عندي. ادي اخر تغيير. فكده انا ازاي تعلمنا ازاي نحبوش الداتا على البيت باكيت وعلى الجيت هاب اذا كان البروجكت واحد وعندي 2 ريموت لنفس البروجكت، تعلمنا ازاي ان احنا نبوش الداتا عليه. وده كان في ببساطة ان انا ازاي نعمل بوش للاكسيستنج كود او الريموت على نفس البروجكت على البيت باكيت وعلى الجيت هاب
وده كان في بساطة. أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.